انا الدكتور محمود فشاره من عياده فشاره بيتس كلينيك بورسعيد. هنتكلم النهارده عن طريقه استعمال فرونت لاين سبراي. عشان نستعمل فرونت لاين بطريقه مظبوطه هنقسم الحيوان لشمال ويمين والظهر وديل راس ورقبه وبين الرجل والبطن من الداخل ونحدد جرعه مظبوطه. هنلبس جوانتي، اتاكد من فتح العبوه على العلامه دي، نبدا رش الجسم بالكامل مع التدليك كويس جدا عكس اتجاه الشعر، الظهر والجوانب والديل والبطن من الداخل والايدين والرجلين. الشعر الكثيف هنتاكد انه اتبل تماما ووصل لحد الجلد. الوش ممكن نحط على فوطه ونمسح حواليه وندلكه كويس بس كده. فرونت لاين من اقوى انواع ادويه الحشرات، مقدم اليكم من bitsegypt.com.